إذن البداية من احتدام الجدال داخل أروقة مجلس الأمن بسبب المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري والمساعي الروسية لتخفيف المساعدات رغم تحذير الأمم المتحدة. فما هو مآل هذا الجدال الحاصل؟ رفض غربي وبغالبية في أروقة مجلس الأمن الدولي للمشروع الروسي في تمرير مشروع قرار يخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر واحد ولمدة 6 أشهر فقط. دبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا إن روسيا التي تصارع حول الملف السوري فشلت في تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخفض المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة 6 أشهر فقط وعبر نقطة حدودية واحدة وهي باب السلامة. الرئيس الدوري لمجلس الأمن وسفير ألمانيا فيه كريستوف يوسجن أوضح أن مشروع القرار الروسي حصل على 4 أصوات فقط مقابل 7 دول صوتت ضده، فيما امتنعت الدول الأربعة الباقية عن التصويت، مضيفا أن مشروع القرار لم يعتمد لأنه لم يحصل على العدد اللازم من الأصوات. وللموافقة على المشروع الروسي كانت موسكو بحاجة لموافقة 9 أعضاء على الأقل من الأعضاء 15 في مجلس الأمن بشرط ألا يستخدم أي عضو من الأعضاء الدائمين للفيتو ضده. وتقول كل من روسيا والصين حليفتي الحكومة السورية إن المساعدات التي تمر من معبري باب الهوى وباب السلامة لا حاجة لها لأن تلك المناطق يمكن الوصول إليها من داخل سوريا بعد الرجوع إلى دمشق. ووفقا لدبلوماسيين ستتقدم كل من ألمانيا وبلجيكا يوم غد الجمعة بمشروع قرار جديد يطرح على التصويت ويتضمن تنازلا واحدا وهو خفض مدة التمديد إلى 6 أشهر مع الإبقاء على المعبرين على أمل أن توافق عليه روسيا. وللحديث حول هذا الموضوع معنا من بيروت الدكتور وفيق إبراهيم باحث استراتيجي في شؤون الشرق الأوسط. دكتور وفيق مرحبا بك من جديد على شاشة اليوم. برأيك لماذا اليوم تحتدم المعركة داخل أروقة مجلس الأمن بين روسيا والصين من جهة والدول الغربية من جهة أخرى، والموضوع كله على بعضه إنساني ومساعدات إنسانية للسوريين؟ أولا علينا أن ندقق بكلمة مساعدات إنسانية. هناك أمم متحدة. هذه الأمم المتحدة لديها شرعية، هي يعني شرعية عالمية وكونية، فكيف يمكن يعني أولا المعروف أن تركيا تحتل الشمال السوري والشمال الغربي السوري من دون موافقة الأمم المتحدة. لذلك فإن استعمال معابر يعني تمسك بها المخابرات التركية والجيش التركي هي خروج على يعني القانون الدولي العام وأيضا خروج على مبادئ الأمم المتحدة. فكيف يمكن للأمم المتحدة أن توافق على طلبات تركية بإدخال مساعدات يذهب معظمها للحركات الإرهابية في شمالي سوريا؟ هنا يكمن الموضوع. يعني روسيا تريد إعادة موضوع المساعدات إلى طابع الشرعية الدولية التي تعترف بسوريا دولة عضو في الأمم المتحدة، لذلك هي أولى من تركيا بأن تراقب حركة إدخال المساعدات وإيصالها إلى المواطنين السوريين. هنا تكمن اللعبة، وهنا تكمن أيضا المساعدات الغربية المتواصلة منذ عدد سنوات والتي تزود معظم تنظيمات الإخوان المسلمين وحراس الدين وكل تلك التنظيمات التي ترعاها المخابرات التركية، توزع عليها معظم المساعدات الآتية مما يسمى الأمم المتحدة، في حين أن يعني حتى يعني أمريكا وبعض الدول الأوروبية كلها ترعى هذا الإرهاب بالتعاون مع تركيا. الموضوع التركي خالص وباعتراف عالمي أن هذه المنظمات باعتراف عالمي والإرهاب. طيب روسيا تعترف أيضا بهذه التنظيمات بأنها إرهابية، وعلى الرغم من ذلك تقاتل داخل مجلس الأمن للسماح فقط بافتتاح معبر باب السلامة الذي تسيطر عليه هذه التنظيمات. كيف يمكن تفسير ذلك؟ معبر من سوريا وليس من الحدود سيدي، هناك فارق بين معبرين تمسك بهما المخابرات السورية وهما باب الهوى وباب السلامة، في حين أن روسيا تريد معبرا من الدولة السورية يعني من منطقة إدلب من جنس الشغور منطقة إدلب يذهب بهذا الاتجاه وإلى كمية معينة معروفة من المواطنين المدنيين السوريين. ما الذي يعني يضمن وصول المساعدات لمستحقيها؟ هنا يسأل هذا السؤال. طبعا يعني بالإمكان إشراف دولي إنما من خلال الدولة السورية التي هي صاحبة
المشروعية في الأمم المتحدة. كيف يمكن للأمم المتحدة أن تقبل بأن المعبرين يسيطر عليهما المخابرات التركية؟ يعني تركيا ترسل هذه المساعدات إلى من يؤيدها في مناطق تحتلها. أترى وافقت الأمم المتحدة على الاحتلال التركي لشمال سوريا؟ لا أعتقد. طيب لذلك إذا كانت هكذا وجهة النظر المسببة لهذا الأمر دكتور وفيق، لما تم إغلاق إذن معبر الرمث ومعبر العروبية؟ هناك لا توجد مخابرات تركية ولا تنظيمات إرهابية. أيضا الأمر يصل بشكل تدريجي، يعني مثلا ممكن أن تسيطر المخابرات فيصل ربع إلى الناس وثلاث أرباع إلى أعوان المخابرات. روسيا تريد على الأقل هذا الربع أن يصل هؤلاء الناس حاليا، لكنها بصدد تصحيح الموقف عندما تتمكن. اليوم تتمكن لأنها عضو دائم بمجلس الأمن، أي تستطيع أن ترفض، في حين أنها في مواقع أخرى لا تستطيع الرفض. هذه دول براغماتية، كل الدول البراغماتية تتصرف على هذا النحو. لا يجب علينا أن يعني أن نذلع تركيا ونهنجها في حين أنها بلد محتل، يعني يقتل المدنيين، يشارك في قصف العراق ويحتل الأراضي العراقية. هذه دولة نستطيع أن نؤمنها على معبرين لكي تصل المساعدات إلى السكان المدنيين. لا أعتقد أن الأمر ممكن يعني ضمن هذا الإطار. لذلك ما أفهمه أن هناك تواطؤا أمريكيا غربيا خليجيا مع تركيا لدعم التنظيمات المسلحة. هذا الدور عمره تقريبا عقد من الزمن اليوم. وإلا قل لي كيف يمكن لداعش أن تستمر في شرق الفرات؟ كيف يمكن أيضا لهيئة تحرير الشام أن تستمر وتنمو وتعاود النشوء والصعود لولا هذا الدعم الغربي والخليجي لها والتركي؟ طيب. تركيا، قطر، حاكم قطر قال علنا، الحاكم السابق قال أن أمريكا كلفتنا بدعم منظمات تبين لنا أنها إرهابية فيما بعد. سبحان الله كم هو بريء، يعني لاحظ يعني هذا الكلام. تركيا أيضا متورطة في دعم عشرات التنظيمات، وأيضا تركيا كلما شعرت أن هناك يعني اتجاها سوريا داخليا للاتفاق تعاود الكلام عن هجوم علوي على السنة وهجوم سنية على الشيعة وإلى آخره، يعني تمارس نفس الدور الغربي بإثارة المكونات الداخلية في سوريا والعراق. يجب النظر اليوم إلى هذه المسألة الإنسانية بكل جوانبها المأساوية دكتور وفيق. نعم. طيب صحيح. كيف تتوقع اليوم الموقف الروسي عندما تمرر مرة جديدة بلجيكا ألمانيا مشروع قرار للمرة الثالثة؟ هل من أرضية تفاهم ممكن أن تتوصل إليها الدول في داخل مجلس الأمن تتيح إيصال المساعدات للناس؟ هذا كلام دقيق. لا يمكن لأي قرار أن يمر في مجلس الأمن إلا بالله بتسوية. معروف أن هناك دول لديها حق النقد، الفيتو. هذه الدول واحدة منهم روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وإنجلترا. لذلك ما أن يرفع عضو يده بالفيتو يسقط. الأمر الذي يؤكد أن هذه المؤسسة مجلس الأمن الدولي تحتاج دائما إلى تسوية. هذه التسوية اليوم تحاول عرضها ألمانيا وبلجيكا. هلا يقال أن روسيا تطالب بأن يكون يعني هناك مندوبون من قبلها عند المعابر أو من خلال انتقاء أسماء العائلات التي سيتم توزيع يعني هذه المساعدات عليها. وهذا أمر محق، أعتقد أنه يحق للدولة السورية أيضا أن تشارك بشكل أو بآخر مع حرصها على المدنيين وحرصها على عدم تجميع هؤلاء. إنما نسألكم، ما الذي يجوع الناس اليوم في لبنان وإيران والعراق؟ معروف يعني. لذلك نعم، يعني بلجيكا وألمانيا تسعيان لتسوية مع روسيا. هذا أمر ممكن أنه ضمن شروط معينة، وهي شروط مراقبة إلى أين تذهب هذه الموارد ولمن. لماذا يجب أن يمول العالم الغربي أو الأمم المتحدة يعني حراس الدين وهيئة تحرير الشام وإلى آخره وبشكل علني؟ يعني كفى. أنا أعتقد أنه يعني يكفي سوريا 10 سنوات من هذا الإماء المفرط للإرهاب، يسقط مرة فتعاود الدول وعلى رأسها تركيا إنماء هذا الإرهاب. طيب ألا تشك بأن هناك توافق تركي روسي على مسألة هذه المعابر، والتي تبين بأنها ليست مجرد حديث عابر؟ اليوم روسيا أغلقت معبر العروبية وتقول فلندع معبر باب الهوى الذي يخضع للسيطرة التركية، وتنظيم حراس الدين وهيئة تحرير الشام مفتوح لمدة 6 أشهر فقط. طبعا يعني مفتوح، لكنها مثلا بالمقابل عندما يتم الاتفاق معبر
يعني تستطيع تركيا أن توزع ربعه، وثلاثة أرباع توزعه الدولة السورية. أنا أعتقد أن قسما كبيرا من السوريين في إدلب يستطيعون أن يأكلوا وأن يستمروا بالحياة، وأن لا يبايعوا تركيا. تركيا توزع مساعدات على أساس المبايعة السياسية لها، هذا الأمر يجب الفصل بينه. وما يؤيدها هنا هم الأمريكيون وبعض الأوروبيين كل أسد، يعني يؤيدونها لأن لا بديل لهم. لو كانت أمريكا موجودة في هذه المنطقة لكانت فعلت لمصلحتها هذا الأمر، إنما هذه الأمور تصب في خانة توسيع سياسات الاستعمار التركي في سوريا وفي العراق وفي بعض المناطق بتأييد الأمريكي. وأشدد أن الأمريكيين هم أقرب إلى الأتراك من أي طرف آخر. طيب، في سياق آخر حابين نأخذ وجهة نظرك، تطور آخر متعلق بالشأن السوري دكتور وفيق، فيما يخص الاتفاقية الأمنية الجديدة بين دمشق وطهران، كيف قرأتها خاصة في هذا التوقيت؟ يعني هذا التوقيت هو رد على سيزار الأمريكي، على حملة التجويع الأمريكية التي تضرب المنطقة. هناك نوع من التعمق بتحالف عسكري، أنه أي محاولة لاستهداف الدولة السورية هناك حلف إيراني سوري. أنا لا أفهمها أنها معادية لروسيا، بالعكس أنا أفهمها يعني أنها متكاملة. تتوقع أن يكون هناك موقف لروسيا من هذه الاتفاقية؟ بالعكس تماما، روسيا أعلنت منذ يومين روسيا أقوى دولة موجودة في سوريا ولديها نفوذ كبير. الإيرانيون اليوم أيضا معنيون، يعني هم مستهدفون من الأمريكيين بشكل خاص جدا، وسوريا اليوم مستهدفة ولبنان مستهدفة. لذلك تأتي هذه المعاهدة ضمن هذا الإطار ولا علاقة لها بالروس. صدقني سوريا روسية الهوى منذ 3-5 عقود على الأقل، يعني دائما هناك انسجام بين السياسات. لماذا لا تستطيع سوريا أن تحقق يعني نوع من الالتقاء مع إيران وروسيا في آن معها؟ هل هذا ممنوع؟ لا أعتقد، وليس هناك منافسات. يعني إيران يعني روسيا تطمح إلى الخروج إلى الإقليم، وهي لا تضايق إيران بالخروج إلى الإقليم، تضايق الأمريكيين. الأمريكيون هم المنتشرون اليوم في شبه جزيرة العرب ويحتلون العراق ولا يعني والإسرائيليون يتضايقون وهم حلفاء لموسكو بطبيعة الحال. طبعا بعدين الإيرانيون اليوم هم على مقربة كبيرة من موسكو، على عكس ما تتصور يعني قريبون موسكو. لذلك تأتي هذه الأمور. اليوم الروس يؤدون دورا بتقارب كردي سوري، وغدا سوف نرى أن الروس. ماذا سأرى دكتور وفيق؟ حدثنا عن هذه النقطة، ما هل لديك معلومات أم تحليل؟ نعم، أنا لدي معلومات أن هناك يعني محاولات روسية للتقريب بين يعني قوات سوريا الديمقراطية والدولة السورية، يعني وهذا أمر أكيد تسعى. وأعتقد أن مع تراجع الدور الأمريكي تصبح إمكانية التفاهم قريبة جدا. روسيا تطمح بدور إقليمي كبير أكبر من الحجم السوري، إنما انطلاقا من سوريا، وهذا الدور يناقض الدور الأمريكي وليس الدور الإيراني. يعني إيران مثلا موجودة عند الشيعة في لبنان وفي العراق، وهي لن تخرج، يعني هي الأولى هناك، لكن المنطقة كبيرة. يعني روسيا دولة بائعة سلاح، لديها سياسات دولية، هي جزء اليوم يعني من نظام عالمي جديد. يعني ضمن هذا الإطار، نعم الموضوع الكردي يهم روسيا بشكل كبير، وهي تسعى بشكل جدي لإيجاد نقاط تفاهم بين الفريقين على أساس أن الأكراد جزء من سوريا ولديهم الحق بنوع كبير من الانفراجات الإدارية والسياسية، إنما من خلال البلد الواحد الذي هي سوريا، بلد عربي وكردي وسوري ولكل المكونات الموجودة. نعم. وفي إطار من احترام حقوق كل المكونات السورية وفي من ضمنها المكون الكردي. جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، ضيفا كريما دائما على شاشة اليوم من بيروت الدكتور وفيق إبراهيم، باحث استراتيجي في شؤون الشرق الأوسط.